مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. عبد السلام اليونسي يفتح أبواب الرحيل أمام ثلاثي النادي الإفريقي. يواصل النادي الإفريقي استعداده للموسم الكروي الجديد الذي حددت انطلاقته من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم يوم 7 نوفمبر 2020. وانضم الوافدون الجدد للحديقة إلى التمارين مع بقية اللاعبين حتى يتمكن الإطار الفني من الاطلاع على قدراتهم عن كثب، خاصة مع اقتراب العودة إلى المباريات الرسمية. من جهة أخرى تشهد علاقة الهيئة المديرة ببعض اللاعبين القدامى للفريق فتور وتوتر كبير برشا، خاصة بعد عدم استدعائهم لاستئناف التدريبات، وهما زهير الذوادي، حمزة العقربي، وسيف الدين الشرفي. وتفيد الأخبار القادمة من كواليس النادي الإفريقي، عبد السلام اليونسي لا يرغب في تجديد عقود الثلاثي المذكور، خاصة مع وجود المنتدبين الجدد. يذكر أنه أحباء النادي الإفريقي لا يزالون بانتظار قرار رفع الحظر على الانتدابات من الفيفا لتأهيل المنتدبين الجدد والدخول في موسم المئوية من أوسع أبوابه.